بسم الله الرحمن الرحيم. My talk today will be about baby skin products. عدو ولا حبيب؟ My talk الحقيقة النهاردة sponsored by Johnson & Johnson. الموضوع أنا هحاول أتكلم عن البيبي skin products وعن إيه هي الـ preferred and non-preferred ingredients to be present in baby skin products. كلنا عارفين ان السكين مكون من layers hypoderms والderms والepiderms ونفس الepiderms مكون من مجموعة من layers وان الـ outermost layer of the epiderms هي stratum corneum ودي موجودة وبتact as a mechanical barrier ودي اهم barrier في السكين. الحقيقة فوقها بيبقى في حاجة اسمها acid mantle, the very fine slightly acidic film موجود على surface of the human skin, وده طبعا ليه دور as a barrier against viruses, bacteria and any contaminants داخل يهاجم للسكن. ومعروف ان النورمال pH of the skin حوالي من 4.5 الى 5.5. الحقيقة to keep the balance between health and disease وعشان السكن يقدر يمسك اي ميكروب او اي الرجن ويمنعه من دخول الجسم, محتاج انتر اكشن ما بين ثلاث حاجات: الابيثيريال بارير والكوتينيوس ميكروبس والاميون ديفنسز اوف ذا سكن. بالمناسبه الاميون ديفنسز اوف ذا سكن كتيره قوي, منها البالانس بي اتش اللي قلنا عليها من شويه, منها نتورك اوف كومبيتنت اميون سيلز, وفي الليبيدز اللي هي السيراميد لاير اوف ذا ابيديرمز, وفي انتي ميكروبيال بيبتايدز. لو حبينا نقارن بسرعة ما بين البيبي والأدلت سكين, هنجد إن البيبي سكين still developing وبيبقى 20% thinner عن الأدلت سكين, والناتشرال مويسترايزنج فاكتور بيبقى فيه أقل, وبالنسبة للسايز اوف ذا بادي السيرفيس اريا بتاعت السكين بتبقى 3 مرات أكبر من الأدلت سكين بإن ريليشن للبودي سايز, وبالتالي بيبقى فيه الأبزوربشن واللوس أوف مويستشر مرتين أسرع في الأطفال, وعشان كده السكين بتاع الأطفال is more sensitive and prone to dryness ومور vulnerable to irritants. والحقيقة السكين بتاع البيبي بيبقى faster rate of transepidermal water loss, immature drug metabolism, less sebum secretion, less effective sweat glands, will acid mantle is not well developed yet. طيب, what are the novel ways for caring baby skin? الحقيقة عايزين نتكلم عن البيبي سكين كير والسكين كير برودكتس, والحقيقة أنا هتكلم على ثلاث حاجات بالتحديد مهمين جدا للبيبي سكين كير. أول حاجة الكلينسينج والمويسترايزيشن, تاني حاجة what are the non-preferred ingredients in baby skin products, وما هي a new generation of gentle baby skin products, وإيه المواد الجديدة اللي تم استعمالها لحماية جلد الطفل. كلنا لازم نعرف ان الصابون typically alkaline وبيزود البي اتش بتاعت السكن وبالتالي بيدستربت الاسيد مانتل. حتى التاب ووتر is slightly alkaline وهو راخر بيريز السكن بي اتش وبيدستورب الاسيد مانتل بتاعت السكن, وبالتالي بيقلل الفانكشن بتاعتها وبيسمح بالبريك داون اوف ذا سكن. وكل الاكسبرتس في الدرماتولوجي قالوا ان لما نستعمل كلينسر للبيبيز فذيس كلينسر should not cause any skin irritation and do not disrupt the normal pH of the skin cannot cause any irritation للايز. عشان كده اليوروبيان راوند تيبل بانل اند ديرماتولوجيست اند بانل ديرماتولوجيست اند بيدياتريشن اجتمعوا وقالوا الحقيقه احنا الافضل نستعمل مايلد ثورلي تيستد ليكويد كلينسر فور نيو بورن كلينسنج, افضل بكتير من استعمال الووتر الون او الووتر اند سوب. وقالوا ان استعمال الووتر او الووتر اند سوب بالابروتشز ديت associated مع dryness وirritation واتوبيك ديرماتايتس. وقالوا ان it's better ان الكلينسر اللي يستعمل يكون فيه سيرفاكتنت عشان يعمل مايسل مع الفات سوليبل سبستنسز زي الفيسز, لان من غير وجود السيرفاكتنت مش هيقدر يشيل الفات سوليبل سبستنس. ولكن قالوا ان الاوبتيمال كلينسر لازم السيرفاكتنت اللي فيه لما يعمل مايسلز يعملها لارج مايسلز, لانه لو عمل
small micelles هتحصل هتقدر تبينتريت للسكن وتقدر تعمل irritation للبيبي سكن. ولقوا الحقيقة إن واحد من أفضل المواد اللي ممكن تستعمل في الكلينسرز هي الهيدروفوبيكالي موديفايد بوليمر. ليه؟ لأن لقوا إنها بتعمل بوليمر سيرفكتان كومبلكس، بتعمل micelles large micelles which are less aggressive to the lipid barrier of stratum cornea. طيب what about استعمال الكحول؟ احنا عارفين اليومين دول الكحول بيستعمل كتير قوي عشان تعقيم الايدين. الحقيقة putting alcohol directly على السكن ممكن يعمل harm للسكن، بالذات في delicate sensitive skin بتاع الاطفال. والسكن كير سبيشالست اجينست اي استعمال اي الكحول بيست برودكتس للاطفال، بالاضافه انها ايريتنت للسكن، بتدايليت البلاد فيسلز، والحقيقه كمان ممكن تعمل ديبليشن لفيتامين اي. طيب دي اول خطوه الكلينسنج. الخطوه الثانيه المويسترايزيشن. المويسترايزيشن هو عباره عن تلطيف وترطيب الجلد. الحقيقه دي خطوه مهمه جدا جدا في العنايه بجلد الاطفال، لان الدراي سكن هيؤدي في البدايه الى ديسكمفورت وايريتيشن، بعد كده ممكن يبتدي يؤدي الى دامج للسكن واز ا بارير، وممكن يزود الانستنس اوف اتوبيك ديرماتايتس، وممكن يساعد على الجريتر ريسك اوف انفكشن. وعشان كده السكن كلينسينج اند ايموليانت يوز ار ذا تو سمبل استراتيجيز ذات كان هيلب تو كيب سكن هيلثي. الحقيقة الاكسبرتس ان درماتولوجي ريكومند ان احنا نستعمل ليكويد كلينسرز كونتيننج ايموليانتس احسن من الكلينسنج بارز. طيب لما اجي استعمل مويسترايزنج ايجنت لازم استعمل مويسترايزر ومويسترايزيشن ويز ا برودكت سبيشالي فورمليتد تو بروتكت اند انهانس البيبي سكين كير. ويمكن احسن ايموليانت للاطفال هو الايموليانت ذات كونتين انرت ستيبل انجريدينتس زي المينرال اويلز. دي preferable to be used على الماتيورينج سكين. ليه؟ اولا نون توكسيك وفيري ستيبل، ثانيا بتعمل جود مويسترايزيشن للسكين وبتقلل فعلا الووتر لوس، ونون كوميونوجينيك يعني ما بتسدش البورز اللي في السكين، وسيوتابل للسنسيتيف سكين. طبعا في ناس كتيره قوي للاسف بتستعمل الحاجات اللي هي الناتشورال فيجيتابل اويلز زي زيت الزيتون او غيره، وتقول ان ده بستعمله كايموليانت كويس للاطفال عشان دي مواد طبيعيه. الحقيقه natural does not always mean safe. الاوليف اويل ممكن يبقى harmful. ليه؟ اولا الاوليف اويل اللي موجود commercially بيحتوي على الاوليك اسيد، and this is very highly irritant substance that may damage the delicate skin of the infants and children، وممكن يكسسربيت الاتوبيك ديرماتايتس. الحاجه الثانيه الزيوت النباتيه اللي موجوده في السوق معموله بفود مانيفاكتشرنج ستاندردز مش بكوزموتيك ستاندردز، يعني هي معموله للاكل مش معموله للاضافه على الجلد، وبالتالي لا الكواليتي مضمونه ولا الكيميكال ستابيليتي مضمونه، وممكن تبقى كونتامينيتد بمايكرو اورجانيزمز وبايريتيتنج امبيورتس. اوكي ده بالنسبه للكلينسنج والمويسترايزيشن. ناو وي ويل شيفت تو وات ار ذا نون بريفيرد انجريديانت ان بيبي سكين. اول حاجه صوديوم لورايل سلفيت، دي فيري هارمفول سبستنس. الحقيقه ليها دراينج افكت على الجلد، وبتعمل ديناتوريشن للسكين بروتين، وده بيضعف البروتين اللي في السكين وبيخليها هي نفسها كماده واي اريتيتنج سبستنس تقدر تهاجم السكين بسهوله. ليها كمان دايركت دامج للهير فوليكلز، وبتعمل اي اريتيشن وسكالب اريتيشن، ممكن تعمل اديما في الهاند والفيس، مي بي كارسينوجين. الحقيقة كل ده كوم، والدراسات اللي اتعملت على الانيمالز كوم تاني لما لقوا انها حتى لو استعملت بعيد عن الاي ممكن تأثر على الديفلوبمنت اوف فيجن في الانيمالز بسبب انها بتعمل ديناتوريشن للبروتين. طبعا دي كانت مستعملة كسرفكتنت، وهنشوف بعد كده هنستبدلها في بيستبدلها حديثا بيه. السينثيتك كالورز بتبقى هارمفول، والحقيقه دي بتتحط دايما على الشامبوهات عشان تديها لون كويس. اغلبها جاي من البتروليوم او الكارتار سورسز، ودي كلها هارمفول افكت. ممكن متهمه في الكانسر، متهمه في امراض كتيره قوي، واوريدي ابرود ذا يوز اوف ذيس سينثيتك كالرز از illegal.
طيب الحاجة التانية الفورمالدهايد ده واحد من البريزيرفاتيف، لكن لأقول للأسف إنه بيدستروي الناتشورال بروتكتيف أويلز بتاعت السكين وبيسبب سكين إريتيشن، بيعمل بيرنينج سنسيشن للآي، والحقيقة هاي برسنتج منه ممكن تعمل تشيست بين وتعمل شورتنس أوف بريث، وعلى اللونج تيرم ممكن يسبب كمان أزمة. السيليكونز دي بتلاقوها مكتوبة سايكلوميسيكون أو دايميسيكون أو سيليكون، بتبقى موجودة مكتوبة كده الانجريديان ده اللي مكتوب على السكين برودكت. السيليكونز الحقيقة بيستعملوها في الشامبوهات ليه؟ لما بتحطها في الشامبو وتحطها على الشعرة بتخلي الشعرة بيبقى عليها فيري ثين فيلم، تعمل فيري ثين فيلم على الشعرة يدي لمعان للشعرة وسوفتنس. لكن الحقيقة ده خادع، لأن ده بيديك لمعان وسوفتنس وهيخلي الواحدة حاسة أو الواحد حاس إن الشعر بيلمع وإن هو بقى سوفت، لكن للأسف هي بتحوط الكيوتيكل وبتمنع عنها النيوتريانس وبتساعد على تساقط الشعر وتقصيفه بعد كده. البارابن ديت واحدة من البريزيرفاتيفز اللي موجودة في الصابون والبودي ووش والبودي لوشنز والمويسترايزرز وحاجات كتير قوي. لو لقيت كلمة ميثايل بارابن، بروبايل بارابين، بنزايل بارابين، بيوتايل بارابين، اي كلمه بارابين ابعد عن هذا المنتج، لان ده نيوروتوكسيك، ممكن يسبب تيومر في البريست، ممكن يسبب سكين اريتيشن وراش واكزيما، ممكن يسبب اندوكراينال ديسربشن واميون توكسيستي، وممكن يعمل انرجي. عشان كده ستي اواي فروم اني ثينج ويز بارابين على الاسم بتاعه او في بنزويك اسيد او بروبايل استر، ابعد عنه تماما. الحاجة الأخرى الفيثاليت، الفيثاليت ده موجود فين؟ في السينثيتيك فراجرنس. سينثيتيك فراجرنس اللي هي الروائح الصناعية اللي بتتحط على كثير من الشامبوهات بالتحديد، طبعاً ليها برضو إفكت سيء على الإميون سيستم وتعمل نوزيا وسكين راش وميبي ليفر كانسر وبيرث ديفكت وتأثر على السي إن إس، وعشان كده برضو نستبعد أي حاجة فيها كلمة فيثاليت. طيب دول ال non-preferred ingredients، يعني دي الingredients اللي احنا المفروض ما نستعملهاش في الأطفال، أو بمعنى آخر لو لقيتها مكتوبة على product يستحسن ان انا ابعد عن البرودكت. طيب ايه بقى هي new generation of gentle baby skin products؟ ودي الحقيقة اللي تبنت فكرة الجنتل بيبي سكين برودكتس، شركة جونسون اند جونسون الحقيقة تبنت هذا الفكر وتبنت استبدال النون بريفيرد انجريدينتس بالبريفيرد او بالجنتل برودكتس اللي هنتكلم عليها دلوقتي. الحقيقة الهدف من استعمال النيو جينيريشن اوف جنتل بيبي سكين برودكتس، الجنريشنز دي او الجنريشن ده من البيبي الجنتل بيبي سكين برودكت لازم يكون بيعمل جنتل ووش لاي ديرت او جيرمز بدون ما يعمل هارم للسكين، ايديال فور افري داي يوز، يعني ممكن استعمله بصفه يوميه، مايلد اتس نوت هارد تو يوز اول اوفر ذا بودي، حتى حوالين العين من غير ما يعمل اريتيشن الاي، وانه جاي من الناتشورال برودكتس، واعتمدوا الحقيقه على natural products زي الجرين تي، زي الهاين الهاني، زي النجيلة، زي المريمية، ده نوع من التي بيبقى بيخلصه أو بيستخلص منه مواد بتقلل السكين إريتيشن. طيب إيه بقى المواد اللي ابتدوا يستعملوها بدل مواد تانية؟ مثلا البارابين والفورمالدهايد دول كانوا بريزيرفاتيفز مستعملة في أغلب البيبي سكين برودكتس، حطوا لما لقوا إن في harmful من الفورمالدهايد والبارابينز، وبالتالي ابتدينا ندور على alternative safe effective preservative، لقوا الحقيقة الفينوكسي إيثانول، والإيثانول فيه good activity against potentially harmful bacteria وليه low toxicity، والحقيقة compatible with other formula components، يعني ما فيش فيه أي تعارض، وnaturally found in green tea، وأهم حاجة زي ما مكتوب قدامكم it's paraben free, phthalate, sulfate, dye free, more naturally derived ingredient. طيب الحاجة التانية قلنا السلفيت ممنوعة وقلنا ان ليها مشاكلها، واغلب السلفيت طبعا كان بيستعمل في السرفاكتنت اللي موجود في البيبي برودكتس. So new gentle baby skin products are sulfate free والسرفاكتنت حاليا في الجنتل بيبي سكين برودكت از ناتشورالي درايفد سيرفكتنت جاي من الكوكونات اويل، علشان كده بيبقى
more naturally derived ingredient. طيب بالنسبة للفراجرنس احنا اتفقنا ان السينثيتك فراجرنس الروائح فيها الفيثالات وده بيحمل خطورة عشان كده الفراجرنس المستعملة ابتدت تبقى فري اوف فيثالات او اي الرجي وعشان كده ابتدت كل الجنتل بيبي سكين برودكتس تعتمد على الناتشورال فراجرنس اللي هي الروائح الطبيعية اللي جاية من الفروتس والفلاورز وبالتالي استبعدوا تماما السينثيتك فراجرنس اللي هي فيها الفيثاليت بمساوئ اللي قلناها من شوية. طيب لما نيجي نستعمل برودكتس اللي هي ليها دور في strengthening of hair لقوا ان من الحاجات المهمة طبعا ان البرودكتس دي تبقى خالية من البارابان والبارابان والفيثاليت والسلفيت والداي والكلام ده وتبقى ناتشورالي درايفد اكتر وقلنا على فكره ان السينثيتك داي كانوا بيستعملوها عشان تدي لون للشامبوهات ده ابتدوا يمنعوه والمواد الاخرى اللي كانت بتدي لمعان برضو ابتدوا يمنعوها وابتدوا يحطوا فيتامين اي على كل الشامبوهات وفيتامين اي الحقيقه بينورمالايز الاويل برودكشن والبي اتش ليفل بيريجوليت البلاد سيركيوليشن بيعمل conditioning للهير وبيشتغل as a strong antioxidant. برضو من الحاجات اللي بيبتدت تستعمل كتير دلوقتي في الجنتل بيبي سكين برودكتس الأرجان أويل في الشامبوهات. الحقيقة الأرجان أويل يعتبر حاليا key ingredient في الشامبوهات. الحقيقة ليه ability عالية جدا to restore skin softness to strengthen the skin and to make the hair shine يعني بيخلي الهير يلمع ويدي softness للهير ويعمل strengthening للهير عشان كده الحقيقة it's an ideal ingredient في أي شامبو for anyone suffering من dry brittle hair أو damaged hair بالذات اللي بيبقى عندهم knots كتير وتسليك شعرهم صعب الأرجان أويل في الشامبو بيجيب نتائج كويسة إذن the new generations of gentle baby skin products الحقيقة لازم تحقق 4 levels of ultimate skin protection إنها تكون suitable for sensitive skin تكون pH balanced تكون hypoallergenic وتكون free من أي alcohol, alkali, sulfate, phthalate and parabens Now my take home message Baby product gentleness is a mission. دي نقطة مهمة جدا. Baby product gentleness is a mission. Mission في إيه؟ mission to create baby products that are so mild and can be used for every age and stage of baby's life. يعني أقدر أستعملها في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عمر الطفل. الحقيقة what are the product of choice for skin protection في 7 golden rules when choosing baby skin product for healthy skin ياريت تمشي ورا السبع rules دول rule number 1 the product should be gentle يعني ايه gentle يعني free from potentially allergenic irritant preservatives زي البارابنز والفيثاليتس contain safe preservative to prevent microbial contamination free from any harsh cleanser زي السلفيت free from harsh colors ويكون increased natural ingredients الحاجة التانية the product should comply with evidence-based neonatal skincare guidelines and should have moisturizing effect زي mineral oil The product should have other advantages to enhance skin barrier and healthy microbiome زي السيراميد اللي بيقدر يعوض الليبيد لاير of the skin. Fragrance should meet internationally recognized regulatory standards. The product should be ملائم للإيج. Remember إن على diseased skin no color or fragrances. Finally, understanding the vulnerability of the infant skin The enormous role of the intact skin in general health and homeostasis.
the crucial role in maintaining a healthy skin microbiome and moist skin. Understanding these 3 points will help us to realize the importance of choosing wisely what to apply on the baby's skin. And finally, choose well, use well for bacterial wealth equal systemic health. وبكرر شكري لشركة جونسون اند جونسون اللي هي sponsoring this presentation. وبكرر شكري لحضراتكم وشكرا على حسن استماعكم and thank you.